اهلا بحضراتكم من جديد. الحق بين مطرقة القانون وسندان السياسة. الحق حق الدم، الحق اللي ربنا شرعه، الحق اللي تولد يوم أبشع مجزرة في تاريخ كرة القدم بل الرياضة عامة وقعت على أرض استاد بورسعيد. وقتها تولد الحق في القصاص، الحق في أنه أرواح هؤلاء الشباب الأبرياء وهذه الأسر المكلومة وكل ما أريق من دماء على أرض هذا الملعب لابد له من قصاص. وكنا واضحين جدا يا باشمهندس منذ اللحظات الأولى، سواء النادي الأهلي تمثل في الموقف الرسمي منه أو جماهيره أو إحنا هنا حتى في البرنامج من البداية، وكنا حريصين على لا شيء إلا بالقانون ولا شيء إلا بالالتزام بالقانون، وأي حاجة تانية لابد من فرملة حماس هؤلاء الشباب طبعا. والنادي الأهلي دفع فاتورة دي من أيام الكابتن حسن حمدي حتى الآن. أيوه. إن دي كانت بتجد صدى غضب، الغضبان عايز ياخد بطاره. وإحنا بنقول هناك القانون الذي سيأتي بالحق بإذن الله. أيوه. ومشيت الأمور في سياقها، الإجراءات طالت عشان إمعانا في التأكيد على إن القرار الذي يصدر يمثل العدالة، يمثل الحق. أربع درجات من درجات التقاضي، 28 مستشار، وفي الآخر انتهوا إلى أحكام. يعني المفروض على عبر 5 سنوات وفي كل درجات التقاضي إن كل واحد عنده دفوع قدمها. صحيح. كل واحد عنده أدلة قدمها. تم مناقشة جميع الأمور. الحكم اتنقض ورجع مرتين. وبعدين يجي حكم يروح النقض والنقض. يقول لك ترجعوا للجنايات. مفيش سبب للقبول النقض. إذن الأحكام توفر لها كل درجات العدالة في الدفاع وفي تقديم المساندات الإدانة وكل درجات درجة الشفافية، إن الأول مرة بالصوت وبالصورة وبالاعترافات وكل، تم توثيق اعترافات بالذنب، تم توثيق صور ناس وهي بترتكب هذه الجرائم البشعة، وصدرت الأحكام. تصورنا أسماء هؤلاء الشهداء الأبرياء ضحايا هذا الحادث وهي على الجدار التذكاري في مدخل النادي الأهلي. تصورنا يا أستاذ إبراهيم إن ده سيسدل الستار على هذا الأمر ونبتدي نسترد الأمور لطبيعتها، خاصة أن طوال هذه المدة كان كل ما حد يتكلم يقول لك ما تربطوش بين المدينة، مدينة بورسعيد، وبين ما حدث فيها. صحيح. وأنا في أحد المرات صورت الأمر قلت هذه مدينة حظها سيء أن يحدث هذا الحدث على مسرحها. أيوة. وعلى ملعبها. أيوة. برضو مساهمة أن إحنا نخرج بورسعيد وأهلها من هذه المعادلة القاسمة. اللي بيذهلني أن بعد ما تيجي الأحكام دي بهذه الشدة أن نخش في عملية مزايدة، ها؟ مزايدة بالضغط، مين يضغط اكتر من التاني عشان يدخلوا في لعبة غير مسؤولة، خاصة تاني مرة من سياسي بورسعيد يعملوا هذا التصرف. وقتها انا قلت لك استاذ اكرم لو كان قد ادان وشجب وتعاطف في دم الضحايا ربما كانت الامور اتغيرت بعد الشيء، لكن ان احنا باستمرار ناخد الامور في اتجاه التعصب والدفاع عن الخطأ هو ده اللي بيزود الامور. النهارده تفاجأ ان القانون اللي اتحسم وخلاص، وعلى فكره على محاور التواصل الاجتماعي كل الناس اتكلمت، اللي عايز يدافع واللي عايز يهاجم، والاستاذ محمد رشوان طلع وقال رد على كل التساؤلات القانونيه بما يفيد ان الاحكام دي هي اللي تعبر عنوان الحقيقه. نفاجأ ان الموضوع ملوش حل في القانون، ناخده في سكة السياسة. ونبص نلاقي محاولات زج بقى بالقيادة السياسية، واحنا عايزين التماس وعايزين تدخل وعايزين تدخل ضد القانون. يعني انت يعني انت, على انت عايز تقول لا كلام بعد نقد، يعني دي بديهيات. ده هو الرئيس لما بيطلع بيقول في المحافل الدولية ليس لنا سلطان على القانون. على القانون. لما كان بيتسأل في أي قضية من القضايا حقوق الإنسان بتاع القانون ياخذ مجراه، ما قبضناش على حد الا بالقانون.
فما بالك بقضيه موجهه، قضيه دم فيها 72 شهيد. مش مسابقه مين اللي يضغط اكتر، لان المسابقه دي ما انت مش عايزين نقول مين اللي يقدر يضغط اكتر. يعني عايزين نلتزم بالقانون بحكم الزخم والتعاطف والاعداد والوقائع واصحاب الحق والعلاقه بين القاتل والقتيل. يعني انت في النهايه فاحنا يهمنا عليه بورسعيد خرجوها يا جماعه، ما يبقاش اهلها هم اللي بيربطوها بالموضوع. صحيح. وانا شايف ان اهالي بورسعيد نفسهم مش ربما قد لا يروا مصلحه في الزج بيهم بالطريقه دي. يعني احنا ما بنعلقش، لو ان ثمه شيء قانوني يمكن اتخاذه من حق اي واحد ياخده، ثمه اجراء ممكن اتخاذه فليأخذ. لكن تحويل الامر من قانون الى سياسه بمنتهى الخطوره. هي دي في منتهى الخطوره. القضيه استوفت كل مراحلها القانونيه، محاوله الزج بقى بصراع السلطات. فجاه زي ما المهندس عدلي اشار، نواب في مجلس الشعب او في مجلس النواب يحاولوا اعتقادا منهم ان ده بيكسبهم ارضيه شعبيه. خد بالك انت بترتكب جريمه حقيقيه، انت بتعاقب بعد حكم نقض. مفيش ينفع كلام ابدا، مفيش حكم قوي حكم ضعيف، في حكم صدر قابل للنقض، حكم غير قابل بالظبط. بس استوفى كل مراحله. انتوا في انتوا قاعدين في السلطه التشريعيه، السلطه القضائيه ليها قدسيتها وليها قيمتها وليها احكامها اللي ما ينفعش اي واحد فيكم لا يعقب ولا عليها. احنا لينا راي في هذه الاحكام، ولا احنا لينا. ربما كنا نشوف ان الموضوع محكم قوي وهذا الحكم ضعيف، لا تانية مختلفه بالظبط. مش دورنا. الامر استوفى كله. ولاحظوا ان انتوا ارجوكم، انتوا بتتكلموا في قضيه دم، انتوا بتتكلموا في ارواح بريئه اريقت، انتوا بتتكلموا في اسر مكلومه انتظرت لحظه قصاص، انتوا بتتكلموا في مصلحه الردع العام للجميع. فانتوا اذا كنتوا فاهمين ان انتوا بتكسبوا بنط شعبي عشان تبانوا ان انتوا بتضغطوا عشان تعملوا نتيجه، او محامي يخسر قضيه خد فيها فلوس كتيره فيحاول يدخل لها من باب السياسه، ده كلام يجب انه يكون واضح وباين. لانه يا جماعه الحياه الطبيعيه مش هترجع لوضعها المنطقي والطبيعي في الملاعب وفي الرياضه الا بانفاذ القانون، الا بتحقيق او تنفيذ هذا الحكم، لانه صدر بحق ارواح بريئه اريقت دمائها في هذا الملعب. من البدايه قلنا لا شيء الا القانون، وما زلنا بنقول ما ينفعش حد يلتف على القانون باي حال من الاحوال. فما بالك لما يطلع الكلام من عضوه مجلس نواب يا باشمهندس. السيده رانيا السادات تتحدث، الحقيقه اتكلمت في قنوات كتيره، يمكن حتى المهندس عادل استوقفوا كلامها مع وائل الابراشي في دريم، لكن نشوف رايها اللي قالته في ال تي سي، لانه يمثل نوعيه من محاولات الالتفاف والزج بامور في اطار قضيه جنايه صدر فيها حكم نهائي. نشوف. احنا عرضنا يا فندم الجواب اللي حضرتك موجهاه للرئيس السيسي بخصوص المحكوم عليهم بالاعدام في مذبحه استاد بورسعيد وهم عددهم 11. موضوع محافظه بورسعيد قضيه مدينه، مش قضيه نائب ولا قضيه مواطن، ودي قضيه انا تحملتها على عاتقي من وقت ما كنت صحفيه قبل ما اتقدم لانتخابات مجلس النواب. نعم. ولكن طبعا انا احترمت الفصل بين السلطات، لان في فصل ما بين السلطه التشريعيه والقضائيه، وان الامر غير منظور امام المحكمه. لكن طبعا القضيه اسمها قضيه مدينه من وقت احداث الاستاد، والعام اللي بعده في قضيه احداث الاستاد من القضيه الجزء الثاني من قضيه مدينه وهي قضيه محافظه بورسعيد. دي مؤامره ومؤامره مدبره. لكل دماء اهل شهيد في اي محافظه من محافظات الجمهوريه كل احترام، واحنا مع الحق. لكن مش الحق اللي جاي تقوله النهارده ان هو عند ابناء محافظه بورسعيد. انا ما ينفعش وما اقدرش اسمح لنفسي ان انا اعلق على حكم قضائي، وان القاضي في النهايه بيستند لادله. نعم. ولكن انا في النهايه غاضبه، لان الاساس كان ظلم وباطل ان احنا خدنا كبش فدا لمجموعه من الشباب من ابناء محافظه بورسعيد وقلنا يتقدموا للمحاكم. حضرتك فضل. إذا كان من المؤكد إنه أسر العائلات المحكوم عليهم متعاطفين معاهم، ربنا يصبرهم وربنا يرد لهم حقهم. أنا عارف، ولكن من القاتل الحقيقي. حضرتك توجهتي بالفعل للرئاسة أم أنك طبعا توجهت بالمذكرة لرئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية، وتقدمت بالمذكرة لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتواصلت النهارده مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
واتكلمت مع الوكيلين واتكلمنا في ان العفو الرئاسي بيكون بيشمل الاحكام النهائيه. نعم. واجبه النفاذ، واحنا دلوقتي في حكم نهائي واجب النفاذ. نعم. طيب مش خايفه بعض الشروط، مش خايفه انه الجانب الاخر وهم ايضا ناس نزفوا دموعا ودما على ابنائهم وشبابهم يغضبوا، وخصوصا ان هم انا امبارح عملت تواصل مع، والله يا فندم لو حقهم عندنا انا كبورسعيديه لاقدم اللي قتلهم من بورسعيد على طبق من ذهب. تمام. يعني الحقيقه الصديق محمد الغيطي بيقول لها يعني طب انت مش عامله حساب ان في ناس دماء وريقت ودموع انهمرت فعلا على شباب راحوا؟ فقالت لو حقهم عندي ادهولهم. هو حقهم مش عندك ولا عندنا ولا عند حد، واللي يديه القانون والقضاء. مش هي لا تتبرع بالحق. بالظبط، القانون والقضاء. انما هي ليه مصره تقحم بورسعيد؟ آه. انا مش عارف يعني. كل هو من اول يوم قالوا دول ناس جايين من بره وناس مش عارف عاملين ايه، ده اللي اتقال على مدى الاربع سنين، حتى لما كان الاهلي عايز يروح للاتحاد الدولي اتبنت الدفوع بتاعت ان احنا مالنا؟ ده حدث على مسرحنا، احنا مش مسؤولين لا كنادي مصري ولا كاهالي بورسعيد عن هذا الامر. فاذا كان هذا حقيقي خلاص اتحددت المسؤوليه في اشخاص. عايزين تعرفوا حجم وعمق الجرح فعلا اللي خلفته هذه الكارثه الانسانيه المأساويه بجد. في ملك وكتابه في اثناء الحادثه استضفنا ناس كتيره من اسر الشهداء. استضفنا في احدى الحلقات لو تذكر الاستاذ عادل خزام والسيده حرمه وبنته ياسمين عادل خزام. دول اسره كريم عادل خزام، واحد من الشباب اللي راح ضحيه هذا الحادث الاجرام المأساوي. فاكر ساعتها حضرتك الراجل قاعد يبكي حتى في الفواصل، ولما قال انا ما اعتقدش او مانيش عايز اعيش بعد ابني. كلام كان مؤثر جدا، بنهديه لكل الناس اللي فاهمه انه ممكن تتعاطف مع القاتل لمجرد اصله يا عيني في اسره. لا، في اسر كتيره، في 72 اسره لسه بتبكي، وفي ناس ماتت بسبب هذا البكاء. هذا الأب اللي هتشوفوه دلوقتي فضل بعد الحلقة بأيام يبكي على ابنه لغاية لما مات هو راح. نتذكر هذه الحلقة. عموما يمكن الأستاذ عادل من القاهرة كان سبقنا في أن نعلن نعيا لوالد شهيد الأهلي كريم عادل خزام، أستاذ عادل خزام الذي وفاته المنية اليوم، له كل الدعاء بالرحمة والمغفرة قدس الله روحه. يعني أعتقد أن شباب الألترس الأهلاوي وكل جماهير الأهلي مؤكد هيكونوا في هذه الجنازة حريصين على مواساة هذه الأسرة الأهلوية، على فقدان الأب بعد الإبن بأيام قليلة. شريف جبران حابب يفكرنا ويفكركم بهذه المقابلة التي كانت قد أجراها ملك وكتابة حين استضاف الأستاذ عادل خزام رحمه الله وابنته شقيقة الشهيد كريم عادل خزام. أتذكر إياك يكون يختار لنا الكلمات الأخيرة لأنها كانت بتلخص الحلقة كلها. نتذكر هذه الكلمات. هقول له أنت كنت تعب قوي، كنت حنين قوي، كنت أخ حلو قوي، يعني أنت ما قعدتش معايا غير 15 سنة، بس 15 سنة يعني 15 سنة، يعني مش هما سنة وهتتنسي، لا 15 سنة هيبقوا أحلى سنة، 15 سنة في حياتي. كنت أحسن أخ، كنت أحلى أخ، كانش في حد زيك. كنت دايما بقول مش قادر أعيش من غير أخويا، يعني أخويا مش قادر أعيش من غيره يعني. وبعدين جه اليوم بقى اللي خلاص يعني يا اما اعيش لوحدي يا اما ما اعيش، لازم اعيش مع وابسة اهلي بقى بيا. لا، معاكي اهلك ومعاكي اخوات، كل معك الناس كل اخواتك الناس. وربنا بيدينا نعمه يعني الهدوء وان احنا نتحمل وننسى طبعا. بس مش هننسى طرهم، لو نسينا اي حاجه مش هننسى قصصهم. قول له يا ابني يا كريم، انت اكيد سمعني فوق
واكيد شايف كل حاجه بعينيك، لانهم قتلوا جسدك لكن ما قتلوش روحك. انت يا حبيبي وحشتني قوي قوي قوي، انت والدتك هتتقطع عليك واختك بتقطع عليك. انت يا حبيبي وحشتنا جدا جدا جدا، عمرنا ما ننساك ولا ننسى كل الدلع اللي احنا دلعناه لك وكل الدلع اللي انت دلعته لنا. مش هننسى يوم وقفتك في البيت وانت بتنطط بتقول اوه اهلاوي. انت يا حبيبي في قلوبنا، ومهما كان لغايه يوم اللي هننتهي فيه انت معايا في قلبي يا حبيبي، مش هنساك. يعني الاب ده وهو بيقول له انت وحشتني يا كريم قوي قوي قوي. وعايز اقول لكم، يمكن افتكرت انا والمهندس عدلي دلوقتي في كواليس الاستضافه ديت وقتها، استاذ عادل خزام الله يرحمه بكى كتير قوي. وبعد الفاصل، يعني قبل ما نطلع من الفاصل علشان كانت الفقره اللي بعدها، اذكر كان كريم عادل واحد من قيادات الاهلي ومحمد طارق كانوا ضيوفنا في الفقره اللي بعد الاستاذ عادل خزام والسيده حرمه وبنته. دخل كريم عادل ومحمد طارق جري قبل ما الاب عادل خزام يقوم من على الكرسي، احتضنوه وهو بيبكي. وانا فاكر وقتها يا باشمهندس كريم عادل قال له يا استاذ عادل انا ابنك، انا من دلوقتي اسمي كريم عادل خزام. وقد ايه كانوا مهتمين بيه. والراجل لو تذكر ساعتها قاعد يقول انا حتى بعمل بيزنس مدارس وشقيت في الحياه كله عشان كريم، قتلوه في بورسعيد. فايام قليله جدا والاب لم يتحمل هذه الصدمه ليرحل هو الاخر ويترك هذه البنت. كل زلزال له توابع، وزلزال بورسعيد هذه واحده من توابعه. والناس اللي عماله بدم بارد تاني تتكلم ببرود في هذا الامر وتزايد على موقف الاهلي وتزايد على موقف الالتراس وتصور الامر وكان هناك مبالغه من جانب النادي الاهلي في الحفاظ على حقوق ضحايا وشهدائهم، اعتقد ان الدراما بتاعه الحياه اللي هي اقوى من اي كاتب هي اللي بتدينا المحطات اللي تخلينا ما ننساش، نفضل ما ننساش. هذه محطة ترجعنا تاني للحدث وترجعنا تاني ننظر وترجع للناس اللي عندها نوع من الإنسانية والشعور بالتواجد الإنساني ليهم ولغيرهم، تفهم يعني إيه أب فقد ابنه وبنت فقدت والدها وزوجها فقدت زوجها وابنها، وشيء مؤلم والواحد مش عارف يقول الحقيقه. لعلها رساله جديده واخيره لمن يعتقدون ان ما حدث كان بسيطا. مشاهد بترجعنا يا استاذ ابراهيم للحظات اليمه جدا، والناس كلها كانت عايشه على هذه اللحظه، لحظه أن يأتيهم القصاص العادل، وقد حكمت المحكمة بهذا القصاص. أرجو أن نكون جميعا على قدر المسؤولية ونسيب الدنيا تمشي في سياقها، لأن هو ده العدل وده يعني طبعا هنسيب الله سبحانه وتعالى يعني بإذن الله سيقيم عدلا آخر أكثر مما نتوقع في هذه الامور. واذا كان في حد غامض في هذه القضيه او حد ما خدش حقه سينال حقه في الاخره، ولكن على الاقل احنا بشر وعايشين دلوقتي. الناس دي عرفنا كلها كانت مستنيه ايه؟ الاب من حصرته على ابنه مات بعد اقل من شهر. والبنت اللي كانت بتقول اعمل ايه من غير اخويا والدنيا مالهاش طعم، بقت وحيده في الحياه، بقت هي ومامتها ما عندهمش حد. يا جماعه والمشاهد دي كتيره جدا. كل جبنا الاستاذ سري احمد عبد الحميد سري، الناس اللي بتقول اصل اللي قتلوا مش دول. استاذ احمد عبد الحميد سري ابنه محمد كان في ثالثه ثانوي، كان في سنه ثانيه ثانوي جايب 98%، باني كل احلامه على ابنه، راح ضحيه هذا الحادث. بيقول لي يا باشمهندس لو تفتكر في احدى حلقاتنا وقتها شاف ابنه في لحظه، ده جه على الهوا قال لنا الحلقه اللي فاتت لما القاضي في المحكمه دي، برضو الناس اللي بتقول ما فيش دليل دامغ، في فيديوهات اتعرضت في قاعه المحكمه لمشاهد القتل صوت وصوره، وبانت وجوه القتله
وبانت وجوه الضحايا. الراجل لما شاف ابنه بيقلعوه التيشيرت الاحمر فبيقول المشجع اهلاوي بيقلع التيشيرت الفانيلا لسه في 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 راسه فمش باين وشه، والتانيين ماسكين له شومه هيضربوه. فاول ما الفانيلا الراجل شالها من على وشه بانت صورته، عرف ان ده محمد ابنه، فوشومه بتنزل على دماغ ابنه، صرخ صرخه في المحكمه، وقع نقلوه المستشفى. قعد الاستاذ احمد عبد الحميد 3 أيام في المستشفى فاقد النطق، لانه اب شاف ابنه وهو بيتقتل. بيقول لي بعدها بجلسه او جلستين لما رجع يحضر مع المحامين بيقول لي انا شفت اللي قتل ابني في القفص، شافه بعينه استاذ ابراهيم، شاف الفيديو. فالناس ارجوكم اللي بتستهين يعني بالكلام، احنا اسفين للساده اعرفوا ان في كوارث انسانيه حصلت. اسفين للساده المشاهدين ان احنا ده يكون ختام الحلقه، ان يتالموا معنا بهذه الذكريات، ولكن كان لابد ان احنا ننوه اذا كان القانون قد قال كلمته فليصمت الجميع. ده الحق، ولكم في القصاص حياه، دمتم للاهل دائما ودام لكم الاهل باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في 9 مساء الخميس القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.